يعني الانتقادات راهي تطال بزاف. الاعلامي اسلام عريس شفناه مؤخرا ولا يبان بزاف ولا اكثر ظهوره مع المدعو باجيجا. باجيجا هذا شاب من ذوي ماشي الاحتياجات الخاصه ولكن من مرضى تريزوميا 21. وشنو الناس كامل شافتو اترافير لي فيديو لي بوستاهم اسلام عريس ولكن حبوه. انما كاين بزاف ناس وين راحوا قال لك انه اسلام عريس راهو يغتنم فرصه ظهوره مع باجيجا ولا راهو يستعمل باجيجا باش يعاود يبان على الساحه بحكم انه عنده شحال ما جاش على التلفزيونات. عموما ما نطولوش عليكم مشاهدينا، شوفوا هذا المقطع صغير من فيديوهات اسلام عريس وباجيجا ونعاودوا نرجعوا. والله غلفا عندك يدين تاع طبيب صار شيات هذاك باش ما يوجعكش. انا سيات لا خلاص صاحبي اسمح لي شوف دير هاني افوا كنا فوق عاود هاني الدفوا راه اسمح لي صيبو اسلام صيبو معاك اسمح لي صيبو اسمح لي من زيت عارف مسامح عايا مزيه اوف هيا خلاص لو جي سامحوني هيا في منزل.